هذا مجهود كبير، عمل جدي معقول، يعني اللي كتشتغل به الحكومة بتماسك والأغلبية بتماسك، وما كاين شيء يعني باش نكونوا واضحين، هاد البرامج كلها اللي كنزلوا هي برامج ملكية، تعليمات ملكية، وكان عندنا الحظ اليوم أن ننزلوها ونزلوها بالمعقول وتكون يعني ما نخطئوش فيها، لأنه الناس يعني باغين تكون شفافية. وهذا الشيء كله إلا رجعتوا لي تيكس غادي تلقاو بأنه الأمور واضحة، شكون اللي يستافد شكون اللي ما يستافدش، يمتاش يستافد يمتاش يجي، دونك القوانين هي واضحة وغادي نعملوا على التطبيق ديالها. إذا حنا كأغلبية وصاحب الجلالة باش ننزلوا هذه المشاريع اللي هي مشاريع كبيرة اللي كتبني واحد البناء جديد ديال الدولة الاجتماعية كما بغى سيدنا الله يصوره.